حركة الشاشة، وبإذن كمان نعرض بقوة ظاهر الشاشة صح؟ اه دكتورة ظاهرة. أضح. راح نبلش ان شاء الله نحكي عن الخطه، نبلش بمراجعه شابتر 8. يلا طبعا ان شاء الله هاي الخطه الفصليه اللي هي كينيا 2، راح طبعا يكون في عندنا اللي هي مجموعه من التشابترز. طبعا احنا حكينا في كينيا 1 في تشابتر رقم 6، تشابتر رقم 6 لم ما اعطيناه بكينيا 1، احنا ان شاء الله ناخذ كينيا 2 في نهايه الفصل بيحكي عن الحمض القاعده. هنبلش طبعا الاسبوع هذا كان في مراجعه شابتر 8. شابتر 8 هو كمان برضه من كيمياء 1، ولكن بسبب ضيق الوقت كمان لانه فقط بتهمك انت كطالب صيدلي التحاليل نوع الروابط لانها مدخل لكيمياء 2 من شابتر 11، فراح نبلش فيه ان شاء الله هذا الاسبوع. نعطيكم الجدول الدوري اللي هي الروابط في المركبات ايونيك وفالنت قطبي غير قطبي، هذول شابتر 8 هو مدخل لكيمياء 2 فقط، يعني ما بيجيك عليهم اسئله بالامتحانات ولا بالكويز ولا هوم ورك، هذول فقط مساعده لإلك عشان ننتقل لكيمياء 2 نكون ايش؟ البيس انه صحيح، اساس صحيح في الروابط الكيميائيه. لما اجي احكي لك نوع الرابطه او اللي هي انتر مولكيولار فورسز مثلا بتوين مثلا ملح وذ ووتر، بدك تعرف شو هي الرابطه من خلال معرفتك الملح شو هي رابطته والماء شو هي رابطته وله اسم خاص فيه لما نشرح ان شاء الله الانتر ميديا. سو شابتر 8 حيكون مراجعه، ننتقل ثم الى بدايه كيمياء 2 هناخذ شوفوا فيه. اول شيء هنبلش بالشابتر 11 يحكي عن الليكويدز اند سوليدز، بس مش ليكويدز اند سوليدز انه والله يا الله هذا بياخذ شكل مثل شكل الوعاء هذاك، لا هنحكي عن روابط يعني عندك وعاء من السائل فرض مثلا حمض اتش سي ال، شو اللي بيربط الاتش سي ال مع الاتش سي ال؟ الملح شو نوع الرابطه فيه مع الماء؟ هذا الحكي هنحكي فيه بمصطلح انتر موليكيولار فورسز، ثم نحكي شو دخلها بالتغيرات الفيزيائيه، شو في عوامل بتاثر، شو هي بتاثر على العوامل المختلفه، وبعدين بناخذ منحنى الفيز ديجرام في تشابتر 11، طبعا جدا حلو بجوز فيه بس حسابات بسيطه في اخر طبعا التشابتر. هلا بتشابتر 12 بعد ما نتمكن من الروابط نفهم هاي الانتر موليكيولار فورسز، راح احكي لك اميزها بينها وبين الروابط اللي جوا الجزيء. هاي الانتر موليكيولار فورسز بس نفهمها راح ندخل بتاثيرات في المحاليل، نحكي عن شابتر جديد اسمه بروبرتيز اوف سوليوشنز اللي هي خصائص المحاليل، مش مثل ما انت اخذتها بكيمياء 1 اقوى سوليوشن شابتر 4 نو. هنبلش فيها ناخذ المولاريتي، نحكي شوي زياده عن حسابات التركيز مثل مولاليتي الماس بيرسون هاي الامور، ثم نحكي عن تاثيرات شوفوا كيف المواد في الضغط البخاري، نحكي عن درجه الغليان، زياده درجه الغليان بسبب عامل معين، رح نحكي انخفاض التجمد مثل الماده المنطقه بالسيارات شو اثرها، كل هذا الحكي بالحسابات والضغط الاسموزي هيكون في تشابتر 12 باذن الله. طبعا هذول التشابترز رقم 11 و12 هيكونوا داخلين معانا في ماده الميد، اوكي؟ ثم بعد ما ناخذ ماده الامتحان الميد سوري يعني هي في ماده الميد، بعد ما نخلص شابتر 12 هنبلش بالتشابتر اللي بيحبوه الطلاب اللي هو تشابتر الكينيتكس اللي هو سرعه التفاعل، بتحبوه ولا لا؟ سمعت انه انتم متمكنين منه سرعه التفاعل التوجيهي وجبتوا فيه جبتوا فيه علامات. هلا هالمره انا اعطيك اياه ولكن في ايش؟ في يعني خلص بس عارفين انكم متمكنين منه بنبلش فهمتوا اياها بصوره اوضح واوضح. نحكي عن ثلاث مفاهيم مهمه اللي هي الريت سرعه التفاعل، ريت سرعه، سرعه التفاعل بدنا نحكي عنها بالاكسبريشن لإلها اللي هي التعبير نعبر عنه، ثم ندخل في الريت لو اللي هو كنتوا بتاخذوها الريت تساوي كي تركيز مرفوع لاوردر رتبه فاكرينها؟ رح ناخذها
وزيادة عليه عن التوجيهي رح ناخذ الانتجريتد جريت لو اللي هي اللي بيحكي طبعا الفيرست اوردر والسكند اوردر والزيرو اوردر. هذا كله ان شاء الله بس نوصله هتشوفوه جدا سهل. نحكي عن البدام صار وصلنا الخام المفاهيم منه نبلش ندخل بالميكانيزم وتأثير الكاتاليست. طبعا هذا الحكي جدا سهل ان شاء الله. خلصنا من الكينيتك ندخل بالشابتر كمان مهم لكم طلاب الصيدله والتحاليل خصوصا طلاب الصيدله لما تشي تحكوا عن تفاعلات اللي هي طارد الحراره مصل الحراره. نجي نحكي مثلا انه عندي تفاعل مثلا اندوثيرميك اكزوثيرميك هو نفسه المصطلح تحت بند الثيرمو كيمستري بكلمه ثيرمو ثيرمو ميتر يعني حراره. رح نحكي على الانثالبي نوضح لك الانثالبي شو هي. استخدم الكالوري ميتر ومنها مصطلح الكالوري ميتري اللي في طلاب مرق معاهم بالمختبر اخذوا تجربه تحكي عن الكالوري ميتري اللي هو العلم اللي بيقيس فيه الانتقال الحراره. احنا برضو رح نحكي رح نعرف شو مصطلح انثالبي ودلتا اتش كيف نحسب دلتا اتش في اكثر من طريقه وطبعا هذا الحكي في تشابتر الثيرموكيمستري. في رابط بين الثيرموكيمستري والتشابتر اللي هو سبونتانيتي انتروبي اند انرجي اللي بحكي لك عن دلتا اس ودلتا جي اكيد الا سمعتوا فيه ومرق عليكم اللي هو دلتا جي تساوي دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. هذا الا يكون مرق يعني ما بعرفش اذا اخذتوه في المدرسه. المهم هذا الحكي حتى لو ما مرقش رح نشرح لك اياه بصوره جدا حلوه بصوره كيف تفهم لما يكون تفاعلك عشوائي يحب مثلا يكون حر بالحركه. نحكي عن الطاقه تفاعل تلقائي يحدث تلقائيا مثل الصدى او لا غير تلقائي مثل انه مثلا صدى ما تقدر ترجعه لحديد. هذا الحكي كله ان شاء الله بالتشابتر السبونتانيتي بعد انتهاء من ثيرمو كيمستري. بنكون طبعا تمكننا امورنا تمام ندخل في الكيميكال اكويليبريم طبعا الاتزان الكيميائي. وانتبه هذا مش الاتزان يعني موازنه زي كيمياء واحد انه والله واحد مول اعطاني اثنين مول ماده محدده. نو نو كيميكال اكويليبريم انه التفاعل الكيميائي هو بيحدث بيوقف الزمن لفتره معينه في إلنا بالموضوع. هذا الحكي بدنا ندرسه نعرف شو ثابت الاتزان شو اللي صار عند الاتزان ليش توقف الزمن كيف نصحي هذا التفاعل. كل هذا ان شاء الله راح يكون في موضوعنا بالشابتر كيميكال اكويليبريم. وباذن الله اذا صار معنا وقت راح نكمل وناخذ شابتر 6 اللي هو اسيد اند بيسز بصوره جدا مبسطه. حمض قاعده حمض قوي قاعده قويه بي اتش نحسب اللي هو ثابت الاتزان ثابت الحمض وثابت القاعده. ان شاء الله نكون جاهزين امتحان الفاينل اللي راح يكون طبعا وهي مرجعات ممكن اللي راح يكون امتحان الفاينل في فتره بين 30 الى 10/6 وامتحان في الميد من بين 4 و15/4/2021 هي الفتره اللي راح تنعقد فيها امتحاناتك في هذا الفصل. توزيع العلامات شباب وصبايا كالتالي 35 علامه على الميد 50 علامه على الفاينل. طبعا وانتم جربتوا وشفتوا الفصل الماضي وردوا اكدوا علينا هذا الفصل انه هاي العلامات ثابته في التعليم الالكتروني لا يمكن زيادتها يعني ما بنقدر نساعدكم هذول فيها. هذا الحكي الفصل الماضي واجهناه هذا الفصل برضه وشد كمان على هالموضوع. ف يعني هاي جاي من التعليم العالي يعني هذا شايف السيلابس التعليم العالي بقول لك ميدتيرم 35 فاينل 50 عندك بس هذول 15 بتكون كويز وهوم ورك. المرة نزلت كيمياء واحد مش راح تكون الكويزات ما راح تكون ثابتة إلها موعد وهذا الموعد عشان أنت خلص تعرف من هلا وترتب أمورك يعني شعبة الأحد غير عن شعبة الاثنين. هذول الحكي في مواعيد هاي المواعيد فيها يكون عندنا كويز موضوع في الشابتر طبعا 12 والكويز في الشابتر 13 اللي هو الكينيتك وعندنا الهوم ورك نقرر لكم إياه ونحكي لكم إياه. هاي 5 علامات يعني حرام تضيع من إيدك للعشرة كمان هدول 15 علامة لازم تجيبهم شباب وصبايا لأنه بصراحة يعني هتشوف يعني كيف يعني ما بعرف بديش أحكي بس هتشوف كيف الوضع هيكون. فالله يرضى عليكم شدوا حيلكم بالكويز شد حيلك بالهوم وير خليها بجيبتك تستفيد منها إن شاء الله تمام. هاي بالنسبة للسيلابس
حدا عنده سؤال على الخطة؟ بابا صبايا دكتورة، بس دكتورين، انه تشابتر 8 مو للدراسة او للامتحانات، هو كمساعدة. انا رح اشرح لك اياه عشان ايش تدخل على لانه لازم اصلا نعطى بكيمياء واحد، هو ما نعطى. كيف ادخلك على تشابتر 11 وانت ما عندك؟ مو انت على فكره مرقت معكم الروابط في اول ثانوي بعاشر، مرقت معكم، ولكن هلا رح نعطيك اياها بمصطلحات الانجليش عشان ايش تعرف بس كيف الشيء الكهرو سالبية. هلا انا بشرح لك اياه مش داخل الامتحان، بس هو رح يساعدك في المركبات اللي رح تكون هون. لما تشوف مركب CO2 جبت لك اياه بالامتحان، باجي بحكي لك شو نوع الانترموليكولار فورسز، بتكون تعرف انه CO2 مثلا غير قطبي، نعرف له اسم، رح نشرح لك اياه بعد. وصلت؟ تمام؟ هلا بدي ابلش فيه تشابتر 8. حدا عنده سؤال؟ كمان قاعد يسأله صبايا، هذا عنده سؤال شباب؟ مش سامع دكتورة، يعني المادة كاملة بس 11 و12 13 تشابتر؟ 11 12 13 لا في، ما هي هذول لسه، سوري هذول مش كاتبت لكم الاسماء لهم. 16 في ثيرموكيمستري سبونتانيتي، هذا كله شباب وصبايا يسمعوا مني. هتكون المادة بتفوت على التيم ظهر الشاشة صح؟ بفوت على التيم. هلا القنوات مثل ما اتفقنا، انتم تقول عارفين يعني شو نظامي انا. نظامي باجي بعمل لك شانلز، قنوات. هاي القناة بالتاريخ ليه؟ عشان إذا فاتتك محاضرة، كنت غايب لا سمح الله، تعبت، ما حضرتش المحاضرة، عندك امتحان، بدك ترجع. عشان ما تتلخبط وتقعد تدور بالأسماء، تدور بالتاريخ. أنا خبت 23، فكس على 23، ألاقي محاضرة مسجلة، برجع. وين إحنا؟ هلا إحنا بدنا المحاضرة، يعني أنا هلا بدي بالمحاضرة تكون مرتبات. انا بكل يوم بفوت على القناه وبعمل لكم منشن زي ما صار اليوم. مش اليوم انتبهتوا انه في عندكم منشن انه في عندي محاضره؟ تمام صحيح. بعمل لكم منشن، ممكن قبل المحاضره بدقيقه، ممكن قبل الساعه، المهم شو ما اكون انا فاضي بعمل لك منشن، بتكون محاضرتك الساعه ده جاهز. انا بفتح التيم. هلا انا طب كيف بدي ادور على الماده؟ الماده موجوده على المودل، بس برضو مساعده كمان انتم عارفين، بروح اضيف لك اياها وين؟ على الجنرال، مش بكبس هون القنوات، على الجنرال بلاقي فايند، هون في فايند بس ما بلاقي في شيء. هذا اذا بدي احط لك في هاي القناه ملف معين، روح على الجنرال شوفوا العامه وبختار ملفات او فايلز، بدور بلاقي في عندي ملف باوربوينت 102 بكبس عليه بلاقي التشابتر. طبعا لسه ما تكملوا، لسه في 12 عم بضيف واحد واحد. هيو اول واحد 11، هاي المادة المطالب فيهم، هدول التشابتر كلهم المطالب فيهم انك ايش تعرفهم وناخذهم. يعني وين هي؟ يعني انا اذا ما معي ورقي ومثلا كنت بزياره، كنت برحله، بدي ادرس، بفتح على التيم، بدخل على باور بوينت وبختار التشابتر اللي بدك تدرسه. طبعا انا ضيفت لك هون اللي هو تشابتر 8، ما تطبعه يعني، لا ما بدك تطبعه، هذا انا بدي اشرح لك اياه هلا، هذا ما بدي اياه. بس لما اشرح لك خلص رح تاخذ، كانك بدك تسمعني اليوم، تاخذ الفكره وتستخدمها المحاضره الجايه ان شاء الله في الانتر موليكولر. وبدك الخطه، حابب ترجع، بدك مرجع، ما بدك مثلا تعرف الريفرنس، المرجع للماده، حابب مثلا تعرف المواعيد، عندك السيلابس، هي الخطه موجوده هون برضه، رح تكون نازله على الموديل، تكون نازله على الموديل. في عندك كمان هون بريدكت تيبل، جدول دوري، انه هلا بدي ايش اشتغل عليه. وصلت الفكرة صبايا شباب؟ بدنا همة عالية، بدنا نشاط إن شاء الله بكيمياء 2، وأي إشي مش فاهمينه بنعيده مرة مرتين ثلاث، لأنه أنت مش بس بدك تطلع من كيمياء 2 فقط تعبر منها وتنجح، لا، بدك تستفيد من المعلومات لأنها صدقني جدا مفيدة لإلك في الحياة إن شاء الله، بتكون يعني المستقبل تحتاجها تستفيد منها. طيب نكمل هلا الخطة، خلصناها، ندخل هلا في تشابتر 8، استغل الوقت طبعا اللي هو في موضوع البوندينج. كلمة بوندينج يعني روابط، فأنا بدي أعرف الروابط وأعرف أميز إيش بين الروابط اللي بتنشأ بين العناصر وأسمائها. تمام؟ إذا تشابتر 8 عن الروابط، بس أنا روابط كالتالي، نفسه معي. على هاي الجدول الدوري زهقناه في كيمياء واحد، صح ولا لا؟
طلع من عيوننا. هيك هالمره ما رح نضلنا نشوف الجدول الدوري، بلاش نضلنا، لا خلص صرنا الاكسبرت خبيرين، بس مش حافظينه بس خبيرين، انه اذا جاني صوديوم بعرف انه فلز، مغنيسيوم فلز، المنيوم فلز، كلور، سلفر، نيتروجين، اكسجين، هدول لا فلز. هلا شو بدي انا بالجدول نبلش فيه بالشابتر 8؟ يعني انت بتحكي عن الروابط، معناته انت اذا قصدك انه بدي تشكل عندنا كومباوندز مركبات، يعني ملح الطعام NaCl، ماء H2O، MgCl2، هذا المركب بدك تعرف شو نوع الرابط اللي فيه. يعني شو هي الرابط؟ شابتر 2 شو كنا نسمي المركبات؟ شو كان في عندنا روابط؟ مركبات شو مالها؟ شابتر 2 اللي هي بالتسمية Naming of Simple Compounds، يعني في types أنواع. أول واحد شو كان يسمي؟ في عندنا قطبي أيوني تساهمية تساهمي. هلا القطبي يس كوفالنت تشاركي أيونيك أيوني. كوفالنت منه إذا عرفت إنه مركبة كوفالنت وتعرف مين هو الكوفالنت اللي أشرح لك هلا، بتصير تقول أنت تشاركي، بس في شرط تشاركي أنت إيش، قطبي ولا غير قطبي، يعني هم نوع من التشاركي. إذا عرفته تشاركي بقدر أحدد إذا إنه قطبي أو غير قطبي، زي ما رح أشرح لك المجموعة. إذا أيوني مثل ما قلت تشاركي، تشاركي قطبي، تشاركي غير قطبي. طيب ليه؟ لأنه هو مدخلي عشان أعرف الروابط الخارجية بين الجزيئات والمركبات، مش جوا المركب. بدك ناخذ رح نعرف إنه في عنا رابطة في داخل المركب مثل H2O. شو بتعرف عن H2O؟ شو رابطه؟ أيونية؟ ماء؟ أيونية. ليه H2O؟ خدناه باختلاف الكهرو السلبية بين العناصر. إذا أنت عندك لخبطة بالكهرو السلبية والأيونية بالمواضيع هاي. هلا بدنا نجمعها. الماء قطبي، قطبي حكينا بخص مين؟ كلمة قطبي وغير قطبي. التشارك. هلا بدي أشرح، لا تخاف، أنا بحكي بس إن جنرال بشوف كيف معلوماتي. هلا الماء قطبي. هلا إذا أنت حكيتي لي إنه جوا الرابط الماء، يعني شو قطبي؟ يعني الأو والإتش في رابطة تشاركية. هلا بكيمياء اثنين ما بدي جوا المركب. كيمياء اثنين كلمة الإنتر موليكولر بين جزيئ الماء وجزيئ الماء الآخر في داخل الوعاء، يعني كاسة مي. شو اللي بربط بين المي الأولى والمي الثانية؟ هاي هو الجسر، بدنا نتعرف عليه بكيمياء اثنين. هون رح نعرف شو جوا المركب. الكيمة اثنين الجسر بين المركبات بين بعض. طيب هاي الجدول، الجدول التالي شو هاد اسمه؟ العمود الأول شو بنسميه؟ مجموعة أولى. العمود الثاني أولى. يلا واحد ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن. هذا اللي زهقنا بكيمة واحد transition elements، يعني عناصر انتقالية بديش أشوفه، ما بتنمي بهمك كالتالي. شو كنت أحكي لكم؟ الأولى صبايا إيمان شو كنا نحكي نحط على راسها؟ شو نكتب؟ موجب واحد. موجب واحد ليه؟ شوفوا شمال، الأولى والثانية والثالثة هاي في الزات. أوكي بيجي طالب يقول طب ما في أشباه في الزات، أوكي بس إحنا عادة نتعامل مع هدول اللي فوق. هدول المجموع ثلاث مجموعات عبارة عن في الزات. هاي في الزات تفقد ولا تكتسب؟ تفقد الكترونات. الكترون واحد. بيجي طالب يقول لي طب ليش بتفقد الكترونات؟ بقول لك التالي، ذاكر بالشابتر 7 لما وزعنا الكترون وتحكي له هذا بنتهي باس 1 ونثبتي لي، ولا تعال الليثيوم 3 1 اس 2 2 اس 1 صوديوم 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 2 اس 2 2 بي 3 بعدين اي صاروا 10 3S1 شوفوا كلهم هاي 4S1 كلهم بنتهوا بS1. هدول ايش بنتهوا؟ S2. معناته اخر طابق فيه الكترون المجموعة الاولى. طيب اتفقنا انها بتغار من مين عشان تصير زيه؟ العناصر من مين بتغار اخر مستوى؟ النبيلة. المستقر. يس. فبتيجي بتقول أنا ما بقدر أضلني هيك في الطبيعة، إذا مثلاً حبيت أعمل مركبات بدي أرتبط مع يصير آخر المدار إلي 8. طب أنا عندي واحد، مين أسهل؟ أروح أدور على
سبع إلكترونات أجيبهم ولا أفقد الإلكترون أصير زي المستوى اللي قبله ثمانية؟ أفقد الإلكترون. عشان هيك كتبنا موجب واحد، صح ولا لا؟ موجب يعني فقدت. المجموعة الثانية نفس القصة، بكتب على راسها موجب اثنين، تفقد يعني شحنتها، لأنها بتساعدني هاي الشحنة لما أعمل الصيغة للمركب، بكتب موجب اثنين. طبعاً مجموعة الثالثة يعني الطابق الأخير ثلاث إلكترونات، بده يصير ثمانية. مين أسهل، أفقد ثلاثة ولا أكسب خمسة؟ أفقد ثلاثة. الثلاثة إذن موجب ثلاثة. طيب حلو، معناته هدول في الذات تفقد إلكترونات. هلا بيجي عندي هون الكربون، هاي المجموعة الرابعة والخامسة والثالثة والسابعة. آه، باجي أنا ما بتعامل معهم في الذات، هذول لا أعتبرهم لا في الذات. هما لا، هم لا في الذات. واللا في الذات شو عبارة؟ مجموعة الرابعة خامسة ثالثة سابعة. أنا عندي أربعة. تكتسب. آه شو بقول؟ أنا لا بشارك، بكس لا شو بقول بشارك؟ هلي غالباً بشارك. الرابعة ذاكرينها. قلت لكم تركوا على جنب. كان شغلنا الخامس والسادس والسابع. الطابق الخامس عنده خمس، الطابق سوري عنده خمس إلكترونات، عشان يصير ثمانية أسهل يطير ماينس ثري. إذا شو بيعمل؟ بكسب ثلاثة. يكتسب ثلاثة. بكسب ثلاثة إلكترونات. يعني أنا شباب وصبايا أجيب لك عنصر مركب وأجيب لك إياه، بتلاقي مثلا دورت عليه لقيت الفوسفور فيه، بتشوف بتعد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. هو أول ما تشوفه بالمجموعة الخامسة معناته طوالي بتعرف إنه رح يكسب ثلاثة إلكترونات، سالب ثلاثة. بحتاج ثلاثة إلكترونات عشان يصير ثمانية. هلأ المجموعة السادسة طوالي أول بحكي لك سادسة، هي السادسة هي نفسها الإلكترونات التكافؤ، يعني آخر مدار ستة. خلص أي عنصر بالمجموعة السادسة معناته عنده في آخر مدار ست إلكترونات. عشان يصير ثمانية طبعاً أكيد ما بيصير. ثاني بيكون الفلور سبعة، الفلور سبعة، بروم سبعة في آخر مدار، إذا شو بيحتاج؟ إلكترون سبعة. واحد. بيجي طالب يقول طب ليش السالب؟ ليش سميتيهم سالب ثلاث، سالب اثنين، سالب واحد؟ بناء على يعني شو؟ إيش؟ الإلكترونات. على التوازن داخل النواة وخارجها. لا هلا الالكترونات انا بحكي تكسب ليه؟ كل الكترون بيوصل. لا لا انت انسوا الكهروسلبيه. هلا افضل في هذول. هلا كل الكترون هذا بده مثلا ان بنتهي بخمسه، ضل عنده ثلاث مقاعد بالتوزيع 1s2s2b3، عنده ثلاث مقاعد بده يجيب ثلاث الكترونات من برا. اول الكترون بيقعد عنده بيكون شو شحنة الإلكترونات سالبة، كثافة إلكترونية سالبة، هاي أجا سالب، أجا بده كمان إلكترون هي سالب ثاني، صاروا اثنين سالب يعني سالب اثنين، أجا إلكترون ثالث شحنته سالبة هي سالب ثلاث. عشان هيك إحنا نكتب سالب ثلاث. مش في طلاب بيفكروا السالب يعني بالماينس يعني فقد أو إنه طار من عنده، كيف يعني الدين بالماينس؟ هذا مشكلة الطلاب لما يشوفوا إشارة بالسالب يفكروها إنه بالماينس يعني فقد صار من عنده. كيف لما اجي احكي لك انت مثلا عندك رصيد سالب 20 يعني انت عندك دين، كان يربط بين هاي وبين اشاره نو 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 نو. الاشاره هاي بتيجي من شحنه الالكترون، فلما احكي سالب 3 انه لما يقعدوا عنده 3 الكترونات ضافوا شحنه سالب 3 الى وصلوا بالشحنه. وصلت الفكره ولا لا؟ تمام. طيب ماشي، هدول شو اسمهم؟ غازات نبيلة. هدول غازات نبيلة مستقرات، هدول بيعملوش مركبات، هدول رح نحكي عنهم بكيمياء اثنين. الرابطة اللي بتربط الهيليوم مع الهيليوم شو جزيئات. ايوه بتربط على شكل جزيئات، وبعدين شو بتربط هاي الجزيئات. حلو. طيب يلا نقول يا الله. هلا بيجي طالب يقول لي طب شو بدك من هالقصة؟ بقول له طلع اذا بشوف مركب وحكيناه بالشابتر 2 وتم شرحه، عنصر مركب يتكون من عنصر من المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني نقيت لك عنصر تعالي المغنيسيوم، قلت له تعال ربط لي مع مجموعة سابعة مثلا CL، تيجي بتقول آه عندي فلز مع لا فلز زائد لا فلز أيونيك رابطة أيون، فكنت تسميها رابطة أيونية. كمان مرة أولى ثانية ثالثة مع لا فلزات خامسة سادسة سابعة
إذا بشوف مركب جبت لك أي مركب KBR LICL LICL LIF NACL يعني بتشوفهم الاثنين بلازمة لا بلاز هاي رابطة أيونية قوية يعني بتلاقي درجة انصهار الملح عالية لأنه هاي الرابطة الأيونية ارتبطوا خلوا المركب متعادل يعني واحد فقد إلكتروناته الثاني بياخدها CL عملوا رابطة هاي الرابطة الأيونية شباب وصبايا من أقوى الروابط مركب الأيوني عرفته يساعدني بكيمياء اثنين أعرف إنه إذا بشوف أيوني مع ماء شو اسم الرابط إذن الأملاح اللي تتكون من فلز ولا فلز رابطة أيونية اسمها أيوني خلص أيوني نسيناها طيب بيجي طالب يقول لي طب فلز مع فلز بقول له مش موضوع أنا ما رح نذكره فلز مع فلز اسمها رابطة فلزية يعني أنا مثلاً صوديوم مع صوديوم حديد مع حديد شو بربط الجزيئات مع بعض أو العناصر أو الذرات رابطة تسمى الرابطة الفلزية مش رح نجيب سيرتها بيجي طالب بقول طيب عطتيني من هون من هاي الشلة جبتي لي فرضا O مع ال N شفت أنا خط فيه O M F T L يعني اثنين ربطوا مع بعض F مع F تستعمل شو بقول للطالب طيب صار ولا واحد فيه رح يفقد فهذا بيكسب هذا بيكسب هذا بيكسب طب كيف نعمل رابطة ولا واحد بيقبل يتنازل إنه يفقد عشان الثاني يكسب فبقولوا الحل إنه نعمل رابطة تشاركية إنه نضع الإلكترونات بيناتنا ونشوف مين أقوى إذا نفس القوة بيكونوا بالنص قوة إيش هلا بدي أحكي فيها كمان مرة لا فلز مع لا فلز إذا بشوفها في الامتحان وبشوفها في موضوعي بكيمياء اثنين معناه طوالي بحكي اوعك تحكي رابطة أيونية يعني زي هلا الـ H2O قلتولي ماء رابطة أيونية طب الـ H هيدروجين هل هو فلز طبعا سوري المجموعه الاولى في الذات ما عدا الهيدروجين علمناكم بالكيمياء واحد هل الهيدروجين يا جماعه الخير في الليز لا في الليز لا غاز اذا غاز لا في الليز هو لا في الليز مع لا في الليز هل راح يكون عندي رابطه ايونيه لا تساهمية لا الرابطه تشاركيه انتم بتسموها تساهميه in English اسمها covalent اسمها رابطة حكيناها بكيمياء واحد بالشابتر 2 رابطة تساهمية وبين التشاركية طيب عرفنا لا فلز ما لا فلز حلو طيب يلا التشاركي ايش قلت لي قبل شوي قطبي وغير قطبي طب وين فأجي بقول لك هلا اذا بشوف عنصر لا فلز ما لا فلز بدي اعمل تيست واختبر اللي هو زي شد الحبل اشوف الرابطة وين راح تروح اشوف الالكترونات لمين راح تميل هو موضوعي اللي انا بدي اياه في كيمياء اللي هو بتشابتر 8 طبعا شوفوا اللي هو اعلى كهروسلبيه صح نطلع على مصطلح اسمه كهروسلبيه اسمه انجلش الكترو نيجاتيفيتي كهروسلبيه بديش تحفظ اسمه يعني بس افهم هلا معي فهم كهروسلبيه اخذته بالمدرسه انه قدره الالكترونات على شو على لما تشارك على جذب الالكترون تجذب الالكترون باتجاهه تجذب الإلكترون باتجاهه يعني زي كأنك أنت قوة تعمل قوة لإله إذا أنت قوي بتشد الحبل باتجاهك بجشع كنا نسميها للطلاب بيكون جريدي يعني جشع يعني هذا العنصر بيكون ما بيحب المساواة بيسحب باتجاهه أوكي هاي هي عملية سحب الإلكترون أنت بتنشأ إذا كان في فرق بالكهروسلبية بتروح لتنحاز لعنصر غير عن الآخر ويجي طالب ولي مش فاهم ولك تعال اتفقنا الكوفالنت كون عبارة عن رابطة تساهمية تشاركية بين عنصرين أو أكثر طيب بيجي هون ما تطلع فرضا عندي HF شباب وصبايا ال HF هلا لو بدي أرجع الجدول الدوري ال HF ال H موجودة اتفقنا لا فلز وال F في المجموعة السابعة فلز ولا لا فلز لا فلز لا فلز لا فلز لا فلز إذا بتوقع طوالي أول سؤال أسألك شو نوع الرابطة؟ بحط خيارات بكتب لك أيونات بكتب لك ميتالات بكتب لك بتقول لي كوفالنت طيب حلو فأجي بقول لك كوفالنت فهمناها طيب قطبي ولا غير قطبي يجي بقول شو يعني قطبي ولا غير قطبي يعني بقول لك اعتمد على الفرق في الكهروسالبية
وشوفني الإلكترونات لما يشدوا هذول الحبل، هاي الإلكترونات طبعاً هيدروجين بيقدم إلكترون الكلور حسب توزيع لويس عنده 7 بحاجة لواحد فبيقدم إلكترونه، فبقول تعال شاركني أعطيني إلكترونات وأنا بشارك إلكتروني. اسمع إحنا ما رح نفقد ونكسب، لا لأنه لا في الذات بدنا نشاركهم بالنص، هيك الأصل بيجي بقول ماشي حلو. بس شو بقول؟ بيجي بقول الإف بس في مشكلة، أنت قوتك لك رقم اسمها 2.1 وأنا 4. بيجي الطالب يقول لي وين هاي، من وين جبت الأرقام؟ بقول له من جدول اسمه الكهرباء السالبية الكترونيكاتيفيتي سالبية. دكتورة كنا نرتبه على كلمة فون إنه الإف أعلى كهرباء سلبية بعدين أكسجين بعدين نيتروجين. بس في طلاب كانوا يرتبوها، بس في طلاب كمان كان يعرف الترند السلوك، يقول كل ما بروح لليمين تزداد الكهروسكتية، كل ما بطلع للأعلى تزداد، كل ما بنزل للأسفل تقل. طيب أنا مش موضوعي، أنا هذا بدي أشرح لك إياه بكيمياء واحد، بدي أحفظك الجدول وأقول لك بدك حل. أنا بدي تفهم، هلا بدي تفهم. شوفوا هذا الجدول الكهروسلبية بيجي الإف أعلى واحد من كل الشلة، شوفوا 4، في أكبر من 4؟ لا، هو أعلى كهروسلبية بيقدر فيها ينزل الإلكترونات تجاهه قوته 4. أي واحد بتصير بدك تعمل رابطة بين اثنين يعني إكس وواي، بتطلع على إكس طبعا بالتساهمية، بتطلع إكس شو قوته، واي شو قوته. الأقوى برأيك بشد الحبل وين بيودي الإلكترونات؟ اتجاهه. فعشان هيك بتطلع بتحط الأرقام هاي 4 عند الفلور هاي. طبعاً إمتى بستخدم كهروسالبية؟ أثناء الروابط التشاركية. قول تعال أنت 4، أنت الهيدروجين 2.1، تطرح 4 ناقص 2.1. ليش بقول لي بطرح؟ بقول عشان في شغلة، إذا طلع معك 0 معناته هنبلش بمصطلع غير قطبي، يعني راح تكون الإلكترونات بالنص. أما والله رقم يعني 4 ناقص 2.1 معناته في فرق بالقوة، هذا أقوى، راح تروح الإلكترونات باتجاهه، راح تبعد عن الهيدروجين لأنه زي شد الحبل سحبها الفلور باتجاهه. فكأنه شوفوا كأنه الفلور جاب الكثافة الإلكترونية لعنده، كأنه صارت عنده شحنة سالبة. مش إحنا قلنا اللي بيكسب سالب وما كسب، هو كأنه كسب سالب، شارك. هاي بسميها partial جزئي، يعني شحنة سالبة جزئية. حلو، شاركها بس سحبها لعنده. والهيدروجين أنت تخيل عندي إلكترونات بعدت عني، بضل شحنتي سالبة، السالب بيجي من الإلكترونات، طبيعة الإلكترونات شحنتها سالبة. كل أتخيل لو 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 أنا هلا قاعدة وجدتني كتلة من الإلكترونات بتحول إشارتي إلى سالب، ليه؟ إنه الإلكترونات شحنتها سالبة. لو أودي الإلكترونات أزدها على القمر بتخلي القمر شحنته سالبة. طيب راحت عند الفلور خلته سالب، طب الهيدروجين بعدت عنه فكأنه كسب ولا فقد؟ إيش اللي راح فقد؟ فكأنه بتصير عندي الشحنة بارشل، شحنة موجبة جزئية. بيجي طالب يقول لي طيب ما دام هذا، طب شو دخل هذول القصص؟ هاي اللي بتجيب لك مصطلح بولر قطبي من كلمة أقطاب دايبول. دايبول يعني أقطاب، يعني صار عندك زي المغناطيس، إشي سالب إشي موجب، هاي تخلي مركبك قطبي بولر زي المغناطيس. يعني لو زدته في أي مكان إذا دور إلى إشي موجب بروح بيجذبه السالب، وسالب الموجب بيجذب السالب، زي المغناطيس. فظهر مصطلح البولر من الروابط التشاركية اللي إمتى بيكون في فرق في الكهروسالبية وبتروح الإلكترونات باتجاه الأقوى اللي إله قدرة على السحب أعلى، زي الـ HF. طبعاً لو أجيب لك من هون لمية سنة HF بتقول لي مركب كوفالنت بولر قطبي، لأنه فرق بالكهروسالبية 1.9 أعلى من صفر وراحت باتجاه الـ F، فراح تأخذ إشارة سالب القطب، هذا اسمه قطب سالب وهذا القطب قطب موجب. أما إذا من الصفر لازم تكون الفرق بالكهروسلبية أعلى من الصفر وأقل من 2، أعلى من الصفر لازم أقل من 2. تمام.
لم نحكي كمان. طب بيجي طالب بيقول لي طب ماشي، طب هي ما بدك جبتي لي اف اف، يعني في عندي مركب اف 2، مش عندنا او 2 اف 2 ان 2. هذول المركبات هذول عناصر فيزيكال جزيئات، يعني بتشارك عشان بالطبيعه الاو ما بتلاقيها والله تصبح حبه او لحالها، وهذا شرحناه بكيمياء واحد صح؟ صح. طيب بيجي بيقول لي طب هذا مركب، اول شيء بتقول لي هذا مش ايوني، هذا اف مع الاف، هذا جزيء كوفالنت، هاي الرابطه اسمها تشاركيه، تشارك بعض. طب وين بتروح لمين؟ الالكترونات هذول وين بيروح، على الاف هاي ولا الاف هاي؟ متساوي بالنص، ما في رابطه قطبيه. طيب ليش؟ بقول لي تعال الاف انت عشان احكم، بدي اطلع الكهرو سالبي، انت أربعة. وانت يا الاف كمان أربعة. أربعة ناقص صفر. اذا ليش اغلب حالي واشوف خلص صفر معناته بضلوا بالنص بينات بعض، واكيد ما دام بالنص ما انحازه ما اعطى لهذا سالب ولا اعطى لهذا موجب، فهذا غير قطبي، يعني ما بيعمل اقطاب. يعني اذا انت بحطه مركب قطبي مستحيل يكون في طرف موجب وسالب، خلص ما بحب، هذا بسميه غير قطبي لانه ما عندي اقطاب. طب بيجي طالب يقول لي يعني اكيد يعني معناته اي عنصر، ركزوا معي اثنين، احنا بنحكي عن ثنائي كمان عشان نحكي مركبات اكثر من عنصر. اي عنصر اذا كان عندي اكس 2 حيث اكس، اي لافلز شفته جزيء اكس 2 يعني سي ال 2 او 2 ان 2 بي ار 2 اف 2، هل هو مركب قطبي؟ لا لا غير لا غير قطبي. طيب لو جبت لك هلا مش نفس بعض اكس واي، بتقول لك تقول لي اول شيء بتقول لي بدي اطلع عليه مين هم العناصر، فلز لافلز ايوني، لافلز لافلز كوفالنت، بس ما بقدر احكم تساهم، بس ما بقدر احكم الا اذا بعطيك، بتقول لي اول سؤال بتقول لي اعطيني الكهرو سالبيه لواي واكس، بعطيك اياهم بطرح اذا اكبر من صفر مركبة قطبي، وكل ما زاد الرقم كل ما كان قطبيته أكثر، كل ما كان واحد قوي واحد ضعيف، وبينتصر القوي بسحب اتجاهه يصير عندك قطب أعلى سالب. إذا X و Y إذا بعرف أنهم لكن الذات بطلع جدول الكهرو سالبية وبحكم. فرضا إجيت أنا شبكة مثلا الكربون مع الN، مين اللي رح يأخذ إشارة سالبة؟ الأقوى الN. الN طبعا ثلاث N بتقولي هاي كوفالنت والفرق بيناتهم، وهيكون في عندي اقطاب وقطبي، فرق بيناتهم بس تطرح بتشوف. هلا انا بالكيمياء ما بدنا نطرح، انا بدي بس افهم الفكره، كمان شوي رح نصير نحفظ انه مثلا ليش هذا المركب هذا فرضا عندي اتش سي ال، اذا شفت اتش سي ال بالامتحان، شفت اتش بي ار، شفت اتش اف احماض، برايك هاي الاحماض قطبيه ولا غير قطبيه؟ هي اتش تقول لي قطبي، ما لا فلز مع لا فلز، لا فلز مع لا فلز، في فرق بالكهرو سالبية وقطبي. طيب هذا الحكي طبعا هو هاي مشروع كان هون بس انا وضحت لك اياه، اللي هو الفرق بين، طبعا شوف كيف باخذ الفرق بين العناصر والشروط القطبية. هذا لما يكون عندي شباب وصبايا عنصرين خطيات عملية شد حبل بين اثنين، تخيلوا شد حبل بين اثنين، يعني انا هاي مثلا الدائره وهون في عمليه شد حبل، اللي بيفوز بتروح طبعا مش كنتوا تعملوا شد حبل بترسموا على الارض خط وتخلوا البكره مثلا بالنص، بصير واحد يشد وواحد يشد، اذا بتروح بتتجه لليمين بيفوز اليمين، شكلك بتعملوا ولا ما عرفوا لعبتوها؟ تمام بلا نفس الاشي هيك، بس شوف بيجي طالب يقول لي يعني نعتبر هاي اكس واي، بيجي طالب بيقول لي طيب ماشي هذا فهمناه، طب انا مش كل المركبات اكس واي، مش كل المركبات خطيه بس اثنين هذول قاعدين، في مركبات مثل سي او 2، سي او 2 كم عنصر، كم عندك عنصر جوا، كم عندك ذره؟ اثنين كربون واكسجين، عندك عنصرين بس كم حبه في عندي؟ ثلاثه، ثلاث يعني ما عندي شد حبل بين اثنين. بشوف بقول لك بقول لك هلا هلا ما تقدر تحكم على ذراع واحدة، هاي يعني هاي ماشي شد حبل بس صار في عندك كمان ذراع تاني، ذراعين ذراعين، هلا مش بس الكهرو سالبية رح تفيدك،
راح تفيدك الكهف السالبية ومصطلح يسمى بجيومتري أو شكل الجزيء شكله. هذا هل شكله بيخليه قطبي ولا لا؟ إذا كمان مرة، إذا كانوا اثنين بيشبهوا بعض غير قطبي، لا في لزمة على فلز. إذا اثنين مختلفات نطلع الكهرو سالبية نعرف نحكي عنه قطبي أو لا. حلو. هلأ إذا عندي أكثر من عنصر شكل، في عندي مركب شكل، بطلع شكله والكهرو سالبية كالتالي. شوفوا كيف أنا عندي CO2، هذا حتى تحفظوا لي إياه الله يرضى عليكم. بأجي بقول هيك شكله، أنا برسم لك إياه بقول لك حسب في قاعدة لويس هيك شكله COO، هاي الرابطة مثلا CO2 طبعا هي بتكون هيك. حلو. بيجي بقول للطالب طيب ماشي، هذا لا فلز، هاي كربون لا فلز، هاي هي الجدول، عندي لا فلز كربون أكسجين، أي كربون أكسجين، مين أعلى؟ الأكسجين، فالأكسجين رح تسحب الإلكترونات باتجاهها. إذن هما هون بين الكربون والأكسجين رابطة قطبية، هيك الأصل، ركزوا معي، رح أوقف لعند هون بس أشرحها. بيجي بقول تعال أنا الأكسجين رابطة 3.5، فرضاً أنت 2.5، مين أقوى؟ طبعاً هاي 3، أنا الأقوى الأكسجين، فهون هون نوقف شوي هون. بيجي بقول للأكسجين بدي أسحب هدول الإلكترونات باتجاهي هيك، طبعا هاي 2.5 فرضا، 3.5 ناقص 2.5 1، قوة سحب لليمين 1. بيجيبوا الأكسجين الثاني، لا استنى استنى مش تصدق حالك قطبي، ما هو انت لا تنسى كمان انا الأكسجينة رح اسحب هاي الإلكترونات باتجاهي 3.5 ناقص 2.5 برضو 1. فيزياء، عندك صندوق تسحب بقوة مقدارها 1 لليمين، قوة معاكستها مقدار 1، أين سيتحرك الصندوق؟ وين رح يروح؟ لأي جهة؟ يظل ثابت. يظل ثابت. معناته ما بيصير لحدا. أيوة. معناته إذا كان في عندك قوتين معاكسات إلهم نفس القيمة المحصلة صفر، واللي محصلته صفر قطبي ولا غير قطبي؟ غير قطبي. غير قطبي. يس. هلا أي إشي بيطلع معك صفر محصلته غير قطبي. طب بيجي طالب يقول لي ليش CO2؟ بسبب مش بس انه اذا ما استعنا فقط الكهرباء السالبيه، استعنا بشكله، لو شكله هيك المحصله بتصير صفر؟ لا، مثل ال H2O بيكون الشكل منحني. منحني يس. اذا هاي فيزياء، اذا انا عندي قوه رايحه لهون، قوه لها. ليش؟ لانه انا الله خلق CO2 الرابطه بيناتهم الثنتين الذراعين، يعني تخيلوا معي انا هيني قاعد هون، هاي راسي وهي ايد وهي ايد، حدا بشدني من ايدي اليمين بنفس قوة الشد من إيد الشمال، هل رح أتحرك أنا؟ لا ما رح. لا. لا. رح أضلي في مكاني، ما رح أروح لأي طرف، فبالتالي محصل صفر لأنه الزاوية بين الإيدتين 180 درجة. تمام؟ شكله بيكون خطي. شكله أيوة، هي اللي بدي إياه، شكله خطي، لأنه خطي وفرق كهرباء سالبية صفر، في CO2 مانبولر. غير قطبي. غير قطبي معناته رح ناخذ بكيمياء 2 شو نوع الرابطه رح يشكلها بعدين بين CO2 فرضا والماء. بس تقول لي غير قطبي، الماء قطبي، رح تعرف شو نوع الخط اللي رح يشبك بيناتهم. عرفتوا ليش احنا نعرف المركب؟ عشان الخط اللي رح يشبك مع مركب اخر شو رح يكون. وصلت المحاضره القادمه باذن الله بنكبل لكم شوي كمان، نزيد على الافكار الجيومتري الشكل مع الكهروسالبية في مفهوم اللي هو القطبية والغير قطبية، ونخلص بس الأشكال بكيف. هلا عشان ننتقل لكيمياء 2، إذا بجيب لك CO2 طوالي بتقول لي إيش ماله CO2؟ غير قطبي. هذا الحكي بإذن الله هيكون يوم إن شاء الله اللي هو الخميس، ننتقل بنفس الموعد، نبلش ننهي المراجعة، ندخل في مقدمة الانترموليكولار فورسز إن شاء الله. يعني مش كون سهل هذا الشابتر بالنسبة لي. حضور وغياب الله يرضى عليكم ناس فقط. شو حكيتي عن الHCl؟ HCl قطبي حمض. هلا بدي أشرح لك في مسافة بس بيناتهم. بين مين ومين؟ بين الH والCl كيف حكيتي؟ المسائل لا الفرق كهرباء سلبية، لو أحط مثلاً HCl لا فلز لا فلز بروح الكهرباء سلبية. السيال امتى قصدك هلا حكيتها؟ السيال كهرباء سالبيته فرضا 3.5 فرضا، الاتش 2.1
الفرق لا يساوي صفر، يروح للأقوى للسيأل، السيأل بياخد قطب سالب، اتش قطب موجب، معناته مركبي قطبي. هلا قصدك انت كل ما زاد الفرق، فرق قصدي كل ما بيزيد الفرق، يعني عندي اتش سيأل اتش اف اتش بي ار، كل ما بيزيد الفرق بيكون قطبية المركب اعلى. يعني مثلا لو نطلع الجدول الهاي فرضا هون، هيك قصدك صح؟ يعني سي ال 3 3 ناقص 2.1 بوينت ايش؟ بوينت 9. 4 ناقص 2.1 1.9. مين قطبيته اكثر، اتش اف ولا اتش سي ال؟ اتش اف. هذا الحكي كله رح نحكيه ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله. تمام، نلتقي باذن الله يوم الخميس بنفس الموعد، بدنا حضور ان شاء الله تمام يكون، غيابات ننتبه لها، رح ناخذ الحضور الغياب طبعا ان شاء الله، بحكي لكم عنها القليل ان شاء الله المحاضره القادمه. تمام، اوكي، بالتوفيق لكم شباب وصبايا. تمام.